السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا KG2؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نشوف النهاردة هناخد ايه في الفيديو بتاعنا. هناخد معايا النهاردة حرف الهاء. حرف ايه؟ حرف الهاء. طيب تعالوا نفتكر كده مع بعضينا، صوت حرف الهاء ايه؟ ها ها ها. يا ميس، ده الهوا اللي بطلعه كده، ايه، بحس ان في هوا طالع من بقي. ها ها. يبقى عرفنا حرف الهاء صوته ها ها. طب يلا بينا نشوف حرف الهاء ايه اصواته والكلمات بتاعته. حرف الهاء بالفتحه صوته ها ها. حرف الهاء بالضمه هو هو. حرف الهاء بالكسره هي هي. ها هو هي. يلا بينا نشوف الكلمات بتاعته. ها ها هرم. ها ها هاتف. ها ها هديه. هو هو هد هد. هو هو ممكن ايه كمان بالهو؟ عندي بنوته جميله ممكن تبقى اسمها هدى، بحرف الهاء وعليه ايه؟ ضمه. هو هو هدى. شاطرين. يلا ايه كمان؟ هي هي هلال. هي هي هره. ايه الهره دي؟ دي قطه يا ميس. بصوا يا كيزي، القطه دي الكبيره شويه، الصغننه بقى بتاعتها الصغننه اسمها ايه؟ هره. اسمها ايه؟ هره. خلاص عرفنا هي هي هره. طيب يلا بينا نشوف حرف الهاء بيتكتب ازاي. حرف الهاء وهو واقف لوحده كده بيعمل ايه؟ اجي هنا في النص كده واعمل نص دايره صغنطوطه، وبعدين امشي 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 اطلع من جواها دايره صغنطوطه واخليها تفرد ايديها. تاني تاني يبقى هعمل ايه؟ نص دايره وبعدين امشي شويه اخليها دايره جواها وبعدين اخليها تفرد ايديها، صح كده؟ طيب حرف الهاء بقى انا عايزه اشوفه بيتكتب ازاي في اول ووسط واخر الكلمه. هو حرف الهاء من حروف الشوكه؟ ألف زي باء، راء زي واو. لا، مش من حروف السوكة. يبقى هو حرف ايه؟ بيمسك في ايد الحروف اللي بعده. طب يلا بينا نشوفه كده. عنده اشكال كتير حرف الهاء، بيغير شكله كتير. حرف الهاء في اول الكلمة بيفرد ايده عادي زي ما هو بيتكتب، نص دايرة وبعدين جواها دايرة صغنطوطة وفردة ايديها. طب في وسط الكلمة قال يا ميس انا بغير شكلي خالص، بعمل ايه؟ بفرد ايدي واطلع بدايرة صغنطوطة وانزل بدايرة صغنطوطة وافرد ايدي التانية. طيب ماشي. يا حرف الهاء في اخر الكلمة بيتكتب ازاي؟ ايه ده؟ ده شبه التاء المربوطة، صح كده؟ قال لي ايوه يا ميس انا ببقى شبه التاء المربوطة، بس ايه؟ ما عنديش نقطتين من غير نقطة. طب يلا بينا نكتبهم كده مع بعضينا ونشوف. ها حرف الهاء اتفقنا في اول الكلمة بيتكتب ازاي؟ نص دايرة وبعدين جواها دايرة صغنطوطة وفردة ايديها. طيب زي كلمة ايه؟ زي كلمة مثلا هدية. يلا بينا نكتبها. ها ها ها. هاء فتحة. برافو. يلا بينا، ادي حرف الهاء اهو فارد ايده. طيب يلا بينا. ها دي 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 دي. حرف ايه؟ حرف الدال. برافو عليكم، عليه كسرة. ها دي هدية. هدية. ايه ده يا كي جي تو؟ سمعت حرف الايه؟ الياء مرتين، صح كده؟ يبقى حرف الياء كده هنا عليه ايه؟ شدة. برافو عليك، واخدنا الشدة قبل كده، صح كده؟ حرف الياء اهو جاي عليه الشدة والفتحة. ها دي يا تن. التن ده صوت الايه؟ التاء المربوطة. برافو عليك. يلا بينا، التاء مربوطة. التاء المربوطة عندها كام نقطة؟ نقطتين من فوق. برافو عليكم. طيب شفنا حرف الهاء في أول الكلمة، قلنا حرف الهاء في وسط الكلمة بيتكتب ازاي؟ فارد ايده اللي قبله، أطلع بدايرة، أنزل بدايرة، أفرد ايده التانية. ماشي. طيب زي كلمة ايه؟ زي كلمة كهف. ايه الكهف ده؟ عارفين الجبل؟ الجبل ده بيبقى فيه ساعات كده جواه مكان ينفع مثلا حد يعيش فيه، كانوا زمان الناس بتعيش فيه ايام اهل الكهف. طيب تعالوا بقى نكتب كلمة كهف. ك ك ك. حرف الكاف. برافو عليك، وعليه فتحة. يلا يا حرف الكاف. كه كه. ايه ده؟ انا سمعت صوت حرف الهاء ايه؟ برافو عليكم، مش عليه حركة، برافو عليه سكون. كه جاية معاها في ايه؟ في نفس الصوت بتاع حرف الكاف. طيب تعالي نكتب بقى حرف الكاف
مختلف. ه هيفرد ايده اللي قبله ويطلع بدايره صغنطوطه وينزل بدايره صغنطوطه ويفرد ايده اللي بعده. يلا بينا. ك حرف الفاء. برافو عليك. يلا بينا يا حرف الفاء، تعالى وافرد ايدك، امسك ايه في حرف الهاء. يبقى شفنا حرف الهاء في وسط الكلمه بيتكتب ازاي، فارد ايده اللي قبله فارد ايده اللي بعده. طيب تعالوا نشوف حرف الهاء في اخر الكلمه هيتكتب ازاي. قال لي يا ميس بتكتب زي الايه؟ التاء المربوطه، شرطه نايمه وبعدين اطلع 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 واعمل لها الدايره بتاعتها، احط لها نقطتين. لا كده بقت تاء مربوطه، انما الهاء من غير نقطه، الهاء من غير نقطه. طيب يلا بينا، زي كلمة ايه؟ زي كلمة وجه، زي كلمة وجه. يلا بينا نستهج مع بعضينا ونكتبها. و و و حرف الواو. وج وج. ها حرف ايه؟ حرف الجيم. وج. ها ها ها. اه سمعت حرف الهاء جاي في اخر الكلمة، هيتكتب ازاي؟ اهو اكتبها لكم بلون مختلف. فارد ايده اللي قبله، اطلع 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 وايه؟ واعمل الدايره بتاعته من غير نقطه. ركز يا كيجي 2، حرف الهاء لما بيجي في الاخر ما بيبقاش عنده نقطه. طيب ده كده لو قبله حرف من حروف الشطره اللي بتفرد ايديها. طيب لو قبله حرف من حروف الشوكه هيتكتب ازاي؟ قال لي يا ميس هيتكتب زي التاء المربوطه برضو، لما بيبقى قبلها حرف ايه؟ من حروف الشوكه، بس ايه؟ برضو من غير نقطه، بس برضو ايه؟ من غير نقطه، دايره صغيره من غير نقط. طيب زي كلمه ايه؟ عندي كلمه ايه؟ وجه ووجه ووجه ووجه، قلنا جمعهم ايه؟ وجوه. اه كلمه وجوه برضو اخرها حرف الهاء ايه؟ في اخر الكلمه. تعالوا نستهجيها كده، ووو حرف الواو وعليه ضمه و جو. ايوه يا ميس سمعت صوت طويل، يبقى هكتب كم حرف؟ حرفين، جيم ضمه ومد الواو ويجو. اه سمعت صوت حرف الهاء في اخر الكلمه. طيب حرف الهاء هيمسك في ايد الحرف اللي قبله؟ لا يا ميس ده حرف الواو من حروف الشوكه، يبقى مش هينفع يمسك ايد الايه؟ اللي جنبه. خلاص يبقى هعمله ازاي؟ اهو هعمله لون مختلف، دايرة صغنطوطة، بقت كلمة وجوه، صح كده؟ خلاص كده يبقى عرفنا أشكال حرف الهاء، هي أشكالها كتيرة بس سهلة. حرف الهاء في أول الكلمة شرط يعمل إيه؟ نص دايرة وجواها دايرة صغنطوطة وخليها تفرد إيديها، وفي وسط الكلمة أفرد إيديها، أطلع دايرة، أنزل دايرة، أفرد إيديها، وفي آخر الكلمة اتفقنا إن إحنا بنكتبها زي إيه؟ التاء المربوطة بس من غير نقط، من غير إيه؟ نقط. يلا بينا بقى نشوف حرف الهاء مع ايه؟ مع الفتحه والكسره والضمه. حرف الهاء يلا بينا كده، تعالى يا حرف الهاء. لما كان بالفتحه كان صوته هاء، كان صوته ايه؟ هاء. زي كلمه ايه؟ معايا كلمه ايه النهارده؟ هنكتبها كلمه هرم. كلمه ايه؟ هرم. يلا بينا نكتبها مع بعض، هاء هاء هاء. هاء فتحه في اول الكلمه طبعا، نص دايره جواها دايرة مضغوطة وفردة ايديها. ها را 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 را، حرف الراء وعليه فتحة، برافو. ها را هرم. صوت ايه ده؟ حرف الميم في اخر الكلمة. يلا بينا يا حرف الميم. طيب عندي حرف الهاء لما جه وفوق راسه الضمة هيبقى صوته ايه؟ هو. هيبقى صوته ايه؟ هو. زي كلمة ايه؟ كلمة هد هد، زي كلمة هد هد. يلا بينا نستهج مع بعض كلمة هد هد. هو هو هو. حرف الهاء وعليه ضمة. كلمة هد هد يا كيجي 2 تحسها متكررة. هد هد. اه سمعت حرف الدال جاي لازم مع حرف الايه؟ مع صوت حرف الهاء، يبقى حرف الدال عليه ايه؟ سكون. برافو عليكم. هد عليها سكون. هد هو هو هو. تاني برضو حرف الهاء وعليها ضمة. هد هو د د د د حرف دال تاني. اه بقت عندي كلمة ايه؟ هد هد. اسمها ايه؟ هد هد. ايه ده يا ميس؟ ده ايه؟ حرف الهاء وحرف الدال وحرف الهاء تاني برضو حرف ايه؟ الدال. اه
خلاص يبقى كتبنا كده كلمة هد هد. طيب يلا بينا نشوف حرف الهاء لما هيجي بالكسرة. حرف الهاء لما هيجي بالكسرة هيبقى صوته هي، هيبقى صوته هي زي كلمة ايه؟ معايا صورة ايه؟ صورة هلال، صورة ايه؟ هلال. يلا بينا نكتب كلمة هلال، هي 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 هاء كسرة. يلا يا هاء كسرة تعالي. هي لا سمعت ايه؟ صوت طويل يبقى هكتب كام حرف؟ حرفين. لا حرف اللام فتحة ومعاه ايه؟ مد الالف. طب ادي اللام فتحة، الالف بتاع اللام هيتكتب ازاي كي جي 2؟ فاكرين كده مع حرف اللام قلنا ايه؟ هكتبه كده هنا؟ لا يا كي جي 2 شاطرين برافو عليك. وقال لي يا ميس لا انا كده شكلي وحش، هعمل ايه؟ اجي مايل من جوه، اجي ايه؟ مايل من جوه. يلا هي لا حرف اللام تاني. طيب هينفع اخلي حرف اللام ماسك ايديهم؟ لا يا ميس ده حرف الالف المفروض ان الاخير، يبقى اللام الثانيه هتيجي واقفه لوحدها صح كده؟ بقت عندي كلمه ايه؟ هلال. طيب تعالوا نشوف حرف الهاء لما هيجي مع السكون. حرف الهاء مع السكون اتفقنا ايه؟ هيفرد ايده اللي قبله ودايرة صغنطوطة من فوق ودايرة صغنطوطة من تحت وايه؟ وفرق ايديها التانية زي كلمة ايه؟ اتفقنا ايه؟ بصوا كده ادي الجبل بتاعي وجواه ايه؟ جواه كده مكان ينفع حد يقعد فيه، اسمه ايه المكان ده؟ اسمه كهف، اتفقنا ان هو اسمه كهف. يلا بينا كلمة كهف بقى يا كي جي 2 فيها حرف الهاء جاي عليها ايه؟ سكون. يلا بينا نستهج كده مع بعض كهف. ايوه يا ميس ده انا سمعت ايه؟ حرف الكاف صوته مع حرف الهاء، علشان حرف الهاء ايه؟ صوته ضعيف علشان عليه السكون. كا 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 ادي حرف الكاف اهو علي فتحه. كا ها 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 حرف الهاء برافو عليكم جاي عليه السكون. يلا بينا افرد ايده دايره من فوق ودايره من تحت وفرده ايديها اللي بعديها. كهف ف ف ف حرف ايه؟ اتفقنا حرف الفاء برافو عليكم. وبكده الجذور نقول ايه؟ اخذنا كلمات حرف الهاء، هاء فتحه هاء غرق، هاء ضمه هو هد هد، هاء كسره هي هلال، هاء سكون زي كلمه كهف. اشوفكم مره جايه في فيديو جديد.